باب البيت جات باش تكسر القواعد اللي موجودين القدم، جات باش تبعد على السيستيم والماكينه اللي قاعده تدور في الارتيستوات وفي نفس اللونجاج ونفس الليكسي قاعده تعاود. حبينا نكسروا ذيك بستيل نتاعنا، مش موزيكا من برا بركه، حبينا تكون تونسيه معناها باش تنجم تقرب الوذن العباد اكثر. هذا هو اليوم اكثر، اليوم التراك جلوب فايفا اسمه، تيتر الثاني من باب البيت، اللي هو اكثر هاردكور، اللي هو اكثر بوليتيك، اكثر سوسيال. دونك حابين ندزوا العباد مو جوست استعراض عضلات ولا في ليغو تريب برك. اليوم حابين نمشيو اكثر للناس لمخاخهم، شنو هو مشاكل العباد اليوم. لا يسعني سوى الصيد، ذوي المكر والكيد، اتيت بذهن ملغم بأسوأ النوايا. طغوا النفاق سلاحهم، بغوا فوجب نكاحهم. انذال يناقشون وضعنا الكاسد، جالسون بين الفاسد والفاسد فاسد. اخي راقب السياسي وفيه تكذيبا، كاد السياسي ان يكون ابليس. C'est une collaboration بين باب البيت ونوات à travers le projet اللي اسمه Innovation. بعد 10 سنين بعد الثورة باش فيه نوع من الحوصلة نتاع احنا وين. فما حاجات تقابلوا فيهم، دونك سي عادي جدا انه يكون فما كولابوراسيون بين باب البيت ونوات. بالعكس مش عادي انه ما تصير الكولابوراسيون، نتصور معناتها. نحاولوا نكونوا بوليفالون في الستيل نتاعنا. الاكثريه ديما لومبرانت نتاع ليزارتيست اللي موجودين هي سوسيال وبوليتيك تقريبا. الراب عندي انا هو قضايا نتاع العباد وقضايا نتاع المجتمع، لازمك تحكي عليهم.